السلام عليكم أحبتي وأصدقائي متابعي القناة الأعزاء، أتمنى تكونون بخير وصحة وعافية، وجيناكم فيديو جديد عسى أن ينال رضاكم. الثلاثاء المقبل موعد انطلاق قرعة بطولة كأس العرب التي ستقام في الدوحة القطر. البطولة ستشهد مشاركة تاريخية 23 منتخب، وسيتم تقسيمها إلى عدة مجموعات. العراق هو البطل التاريخي لهذه البطولة برصيد 4 بطولات. تم اختيار 10 منتخبات ضمن الفئة ألف، وسيتم تقسيم هذه المنتخبات حسب تصنيف الفيفا أو النتائج البطولات السابقة. والمنتخبات العشر هم كل من المغرب، العراق، تونس، الجزائر، مصر، قطر، السعودية، الإمارات، وسوريا. فيما ستجري مباريات تالية فاصلة بين المنتخبات المتبقية لتحديد أسماء المنتخبات الستة الأخرى المتأهلة من هذه المنتخبات، هي كل من الكويت، ليبيا، السودان، لبنان، الأردن، جيبوتي، الصومال، إريتريا، فلسطين، اليمن، والبحرين. الاتحاد الدولي الفيفا اشترط على المنتخبات أن تشارك بفرقها الأولى، والتي هي ولهذا السبب سيتم اعتبار أيام هذه البطولة ضمن أيام الفيفا داي. كجماهير عراقية منتخب تتمنى أن يلعب ويانا بنفس المجموعة، وهي منتخبات قوية. هذا قد تم تصنيف مستويات قرعة كأس العرب كالآتي: المستوى الأول يضم كل من قطر، تونس، الجزائر، والمغرب. أما المستوى الثاني فهو العراق، السعودية، الإمارات، مصر. المستوى الثالث سوريا، الملحق واحد، ملحق اثنين، وملحق الثالث. المستوى الرابع ملحق الرابع، وملحق الخامس، ملحق السادس، وملحق السابع. الاتحاد المغربي يقرر مشاركة في بطولة كأس العرب المنتخب المحلي. المنتخب المغربي الذي كان بطل آخر نسخة من كأس العرب عام 2012، وآخر نسختين من كأس أمم أفريقيا للمحليين 2018 و 2020. ما أعرف شو أقول لكم. المنتخب النيبالي وافق على مواجهة منتخبنا الوطني في البصرة نهاية الشهر الخامس استعدادا لتصفيات كأس العالم. منتخبنا الوطني سيلعب شهر الخامس يوم 25 ضد إندونيسيا، ويوم 29 ضد النيبال. كاتان شوان طلب مواجهة منتخبات شرق آسيا، لكن المواجهة ضد طاجكستان شنو لغت؟ أنا أتساءل مثلكم. وعن خليجي 25، أكدت مصادر رفيعة المستوى أن اجتماع الجمعية العمومية لكأس الخليج العربي الذي سينعقد اليوم بشكل استثنائي هو لأجل إعلان اسم العراق كبلد منظم لكأس الخليج بنسخته 25. نقول ألف مبروك للعراق. المعلق القطري محمد السعد وغرد عبر صفحته في تويتر قال إن اليوم بإذن الله الخير لأم الخير، هاشتاك البصرة، هاشتاك خليجي 25 بصراوي، هاشتاك متفائل بإذن الله، إن شاء الله خليجي 25 بصراوي. وعن دوري أبطال آسيا، اليوم نادي القوة الجوية يسعى لرد الاعتبار أمام الشارقة الإماراتي بعد الخسارة في مباراة الإياب. أنتم برأيكم القوة الجوية قادر على الفوز الشارقة أم ستكرر الخسارة مرة ثانية؟ المباراة ستقام في تمام الساعة 9 مساء حسب توقيت بغداد. إصابات عديدة تضرب في صفوف نادي الشرطة. رافائيل وحسن عاشور سيعودان للعراق بعد تعرضهم لتمزق عضلي. أما ريفاز فهو مصاب في العضلة الرباعية. علام هاوي التواء في مفاصل الركبة. أحمد باسل كدمة في الأضلاع. مهاوي باسل سيخضعان للفحوصات لتحديد مدى قوة الإصابة. بالسلامة لجميع اللاعبين نادي الشرطة. في تصريح غريب لمدرب بورتو الرديف معلقا على خسارة فريقه المتلاحقة بالبطولة البرتغالية واحتلاله المركز الأخير بالقول: كيف سيكون الوضع لو كنا في العراق؟ شنو رأيكم؟ شو يقصد؟ هيك الدور العراقي عليه علامة استفهام؟